أصحابي نشيد الحروف. ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب، باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة، تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس، ساء ثعلب صاد دجاجة هو مكار وقت الحاجة، جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء، حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة، خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع، دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت، ذال ذئب وحش صلب لا يرهبه إلا الكلب، راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمين، زاي ظهر أصفر أحمر وهو بعيني أحلى منظر، سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي، شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور، صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صاد سمكة، ضاد ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني، طاء طفل أجمل طفلي فهو نظيف حسن الشكل، ظاء ظفر نظفناه طال قليلا فقصصناه، عين عين تخشى الله تشهد خيرا فيه رضا، غين غار غار حراء فيه الوحي لطه جاء، فاء فيل ذو أنياب وهو صديق يا أصحاب، قاف قمر فيه منازل ومواقيت تهدي السائل، كاف كلب عاش جواري يحرس غنمي يحرس داري، لام لحم يبني جسمي قبل الأكل منه أسمي، ميم مسجد بيت الله فيه أؤدي كل صلاة، نون نهر نهر النيل فهو كريم غير بخيل، هاء هرم عالي القمة وهو بناء رمز الهمة، واو وجه للإنسان فيه ضياء بالإيمان، ياء يدنا ترسم زهرة تبدع شكلا تظهر فكرة. وبكده يا أصحابي نكون خلصنا نشيد الحروف. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير. مع السلامة.